تلعب؟ لا لا ما انا بذاكروا. صحيح انتوا بتذاكروا على التابلت. بارك الله فيك يا ابني. انا عايزك تذاكر وتتاكد. عايزك تطلع الاول على المدرسه. لا مدرسه ايه؟ الاول على المحافظه. لا لا محافظه الاول على الجمهوريه. يعني ما ينفعش اطلع التاني يعني؟ مش مهم، المهم تبقى من 10 المبشرين، قصدي العشر الاوائل. طبعا طبعا. ادي عايز الكلام. ده انا هبقى من 10 المتخلفين. الواد ده بقى ما بيذاكر، مالش يعني استريح ولا حاجة. الحكاية فيها ايه؟ يا ابني ما يكينيش، ده انت ليلتك سودي. يا عم والله انت كنت بذاكر، لسه داخل على الليل لسه، والله لسه كنت بذاكر. يا عم يا دماغ يا قوم ذاكر انت كمان. مش امتحن، انا هعمل بحث. امشي من وشي دلوقتي. امشي من وشك؟ ليه وشك دريم بارك؟ انت بتستظرف يا ابن الظريف، تصدق سودا انت راخ. قررت وزارة التربية والتعليم انه اولى وثانية ثانوي سيتم امتحانهم من البيت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة. الدنيا خربانة، الدنيا رايقة، فشل الله. أنت عارف ده معناه إيه؟ يعني إيه؟ لا ولا حاجة. طبعًا هتغش من الكتب أنت والخواجات صحابك. أنا عايز راوتر بقى. إيه راوتر ده؟ ده نوع كلبي ده ولا إيه؟ ده هو راوتر، واي فاي. عشان أعرف أمتحن. ما تقول إنترنت. انا قلت القرار ده هيجي ورانا بخراب بيوت. والله ماشي يا سيدي. يا حاتم النت مش كويس. طب كده الو شركة الانترنت معايا؟ ايوه يا فندم، معاك احمد نجفة من شركة انترنت بسرعة سلحفة ملهاش رجلين. ايوه يا ابني، انت عايز ادخل انترنت؟ عايز السرعة يا فندم تكون بطيئة ولا بطيئة ولا بضم؟ بيتهيألي بضم دي هتبقى مناسبة. 500 جنيه ولا 300 جنيه؟ المكالمة قطع. طب وانا امتحن انا ازاي بقى دلوقتي؟ مش الوقت هشام تلوث صاحبك عنده راوتر؟ ما هم شالوه. خلاص يا عم هجيب لك واي فاي، بس لما تبقى دكتور كده تبقى ترجع لي الفلوس. ماشي؟ نام على بطنك، نام على بطنك، العب هنا. هو انت يا ابني مش المفروض وراك امتحان النهارده ولا ايه؟ ما انا قاعد مستني الحل على ما ينزل. حل ايه اللي ينزل؟ حل الامتحان. يا حلاوه، وبينزل فين بقى؟ في جروبات كده على الواتس، جروبات الطلاب الفاشلين. صباح الفشل. ايه دي؟ امتحان نزل. قول الف، تاني ب، تالت ج، ربع د، ب، ن، اربعه، خمسه، سته، ب، ب. يا سبحان الله. تم رصود جميع الطلاب الذين كانوا يغشون من على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتساب، ومن هؤلاء الطلاب هشام تلوث واحمد المسطى واخرون. يا نهار اسود، بس هو انا اعمل ايه؟